Hello, grade 4, how are you? Today we are going to study lesson 4 from our lesson from our summer course, which is human respiratory system. Human respiratory system responsible for breathing or respiration process. اللي هي مسؤولة عن عملية التنفس. The respiration process is a process by which the body get energy. يعني يقدر الجسم يحصل على الطاقة اللي محتاجها عشان يقدر يعمل الديلي اكتيفيتي بتاعته. طيب ازاي يقدر يعمل get energy يحصل على الطاقة دي؟ بيقدر يحصل على الطاقة دي from burning food inside the cell by the effect of oxygen. الاكسجين اللي بنتنفسه بيوصل عن طريق البلاد للسل، والدايجستد فود احنا اتكلمنا قبل كده بتوصل للسل عن طريق البلاد برضو في الابزوربشن بروسيس. خلاص، يبقى جوه السل بتاعت البادي في دايجستد فود وفي اكسجين. الاكسجين work on burning this food. لما يعمل بيرنينج للفود يخرج لي ثلاث حاجات: كربون دايكسيد جاز، ووتر فيبر which get outside the body لان هما مش مهمين، ويخرج لي كمان الانرجي which is used in daily activity. خلاص كده، يبقى الريسبيريشن بروسيس تقدر تحصل عشان نقدر اخد منها الانرجي دي تحصل على الخطوتين: خطوه ادخل فيها الاكسجين وخطوه اخرج فيها الكربون دايكسيد جاز والووتر فيبر اللي انا مش محتاجاهم. يبقى الريسبيريشن بروسيس takes place on two steps: inhalation أو two process, inhalation process and exhalation process. The inhalation process is a process by which the oxygen enter to lungs. The oxygen enter to lungs. While the exhalation process is a process by which carbon dioxide gas and water vapor go outside lungs. طيب عشان أقدر أعمل detect presence of carbon dioxide gas اللي خرج من اللانجز ده، نعمل blow in lime water. اللايم ووتر دي chemical substances used to indicate presence of carbon dioxide gas. أول ما نفخ في اللايم ووتر دي، اللايم ووتر changed into milky، يعني يتحول لونها اللون اللبن كده، أو تبقى turbidity يعني تتعكر. خلاص، طيب respiratory system as we see in this diagram. Respiratory system start with nose. بعد النوز في الفرنكس اللي احنا اتكلمنا عليه الحصة اللي فاتت، وقلنا ان هو common cavity between digestive system and respiratory system. نخرج من ده على الاير تيوب اللي هي التراكية. خلاص، بعد كده التراكية تتفرع لتو برونكاي اللي هما الشعبتين الهبائيتين، كل برانشز من دي تخش جوه لانج، فنخرج من ده لتو لانجز، وبعد كده ننهي ده بالديافرام اللي هو الحجاب الحاجز. ماشي، يبقى انا هنا respiratory system عشان اقدر اقول nose, pharynx, trachea, two bronchi, two lungs and diaphragm. ماشي يا شباب. طيب النوز اول حاجة هي the first organ of respiratory system. The nose is lined with hairs and the mucus layer. الهير والميوكس layer دي بيعملوا filtration للair from dust and microbes. تمام، and mice layer. كمان النوز is characterized by presence of blood capillaries. بلاك كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية. طيب الشعيرات الدموية دي بتعمل وظيفة مهمة جدا قوي in entering of food to warm the air. خلاص، يبقى احنا بنقول هنا ان النوز lined with hair and mucus layer to filter the air plus it lines with بلاك كابيلاريز to warm the air. بعد كده بنلاقي ان الفرنكس عندي common cavity between digestive system and respiratory system، او اقولها common cavity between esophagus and trachea. الكافيتي ده بينقل الاير من النوز للتراكية. ماشي يا شباب. بعد كده هنلاقي عندي في صندوق كده فوق التراكية اسمه لارنكس. اللارنكس ده عبارة عن فويس بوكس. فويس بوكس ليه؟ لان هو responsible for voice. ليه responsible for voice؟ علشان هو فيه vocal cords اللي هي الاحبال الصوتية. تمام، بعد كده بنلاقي فيه epiglottis. والإبيجلوتس ده حاجة زي الحارس كده which is responsible for closing trachea during swallowing. يقفل trachea during swallowing واحنا بنبلع، عشان ما فيش اي food يخش جوه trachea واحنا بنبلع.